أنا شخصياً في بعض الأقوال اللي اتعلمتها من أساتذتي ومشايخي وقرأتها في الكتب بتحكم حياتي، عشان كده تلاقيني دايماً بكرر مثلاً قول زي الملتفت لا يصل، اللي مش مركز عمره ما هيوصل. علمني شيخي كلمة على المريد ألا يريد، أنت ماشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى، إذا كنت تريد الله فأرد كل ما يريده الله سبحانه وتعالى.